في عمل موجز مخفف يصل للقارئ العادي، اعتقد هنفيد المكتبه القبطيه وهنمس قضيه حيويه من القضايا اللي بيتخذها الملحدون سببا وذريعه للحق. انا كمان عشان اخلص الجزء اللي عليا اني هقول راي الدكتور غريغوريوس الرشيدي بصفته احد المناقشين، وطبعا هو موجود في استراليا وظروفه لا تسمح، انما بعت لنا التقرير بتاعه بعد الاطلاع على الرساله، بعت لنا التقرير بتاعه بالايميل، وهو كاتب كلام كتير جميل في حق الرساله وفي حق باحثها. هنقرا الجزء ده من تقريره. بعد ما يعرض الباحث رسالته في حدود 25 ل 30 دقيقة.